الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس 16 من دروس صحيح السيرة النبوية، وسنتكلم اليوم عن الهجرة إلى الحبشة. بعد ما أن فشلت قريش في جميع الأساليب، لجأت مرة أخرى إلى أسلوب الخنق والتضييق والاضطهاد والتعذيب للمسلمين، مما جعلهم يهاجرون إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. فعن الحارث بن الفضيل قال: فخرجوا متسللين شرا، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، إلى أن وفقهم الله سبحانه وتعالى ساعة جاءوا سفينتين للتجار، حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت قريش في آثارهم. وأيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فألحقوا ببلادهم حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالا، أي أفواجا، حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار وإلى خير جار، آمنا على ديننا ولم نخشى منه ظلما. فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمانا، اجتمعوا على أن يبعثوا إليه فينا فيخرجنا من بلاده وليردنا عليهم. فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فجمعوا له هدايا ولبطارقته، فلم يدعوا منهم أحد إلا هيأوا له هدية على حدة، قالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا هداياه، وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا. ثم قالوا: أيها الملك، إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجوا إلى بلادكم. فقالت بطارقته: صدقوا أيها الملك، لو رددتهم عليهم كانوا أعلاهم عينا، فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك. فغضب ثم قال: لا لعمر الله لا أردهم إليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم، قوم لجوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما تقولون رددتهم عليه، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم. فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم، ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم، فقال: ماذا تقولون؟ فقالوا: ماذا نقول؟ نقول: والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كان كائن في ذلك ما كان. فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب، فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية، فما هذا الدين؟ فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي لله ونصوم له ولا نعبد غيره. فقال: فهل معك شيء مما جاء به؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله. فقال له جعفر: نعم. فقال: هلما فتلوا علي ما جاء به. فقرأ عليه صدرا من كافا يا عين صاد: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، بكت أساقفته، ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكات التي جاء بها عيسى، انطلقوا راشدين
لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. نعم، هذا القلب لا يكون فيه كلامان، إما كلام الرحمن وإما كلام الشيطان. لا يمكن هذا الكتاب الذي فيه السعادة في الدنيا والآخرة وفيه الشفاء من السقم والأمراض. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن عبد الله بن مسعود: هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. فبعد أن تركنا ديننا في بلادنا المسلمة وعرضنا أنفسنا إلى المخاطر، ذهبنا نلوذ ببلاد الغرب ونطلب منهم اللجوء والرحمة، وهم سبب لخراب بلادنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فيجب على المسلم أن يهاجر من البلد التي لم يتمكن فيها من عبادة ربه إلى بلد آخر يتمكن فيها من عبادة ربه. فقد هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عندما ضيق عليهم إلى الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم. وقد هاجر رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق من مكة وهي أفضل بلاد الله، ليتمكن هو وأصحابه من عبادة الله تعالى وحده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.